المقابلة بالأمس شهدنا أنه فريق الوداد الرياضي رغم أنه غياب المدرب وغياب رئيس الفريق إلا أنه اللاعبين حسوا بالمسؤولية اللي عليهم وحضر يعني القميص في الأذن ديال اللاعبين. خصنا نشوفوا هذاك المجهود اللي قاموا به بخصوص أنه حاولوا أنهم يجاروا المقابلة أمام فريق عنيد اللي هو فريق يوسف الرشيد، والانتصار كان هو الأهم في هذه الظروف لأنه ظروف كي مر منها فريق الوداد الرياضي ظروف جد جد صعبة، ولكن كتبقى أنه الأزمة غتفوت وهذه سحابة صيف عابرة. فريق الوداد الرياضي كيبقى الشعار هو الأهم، فريق الأمة، فريق للمقاومة، ورجالات ديالو كيما رفعت الشعار الوينرز أنه هذاك الميساج كيبقى حاضر لأنه الوداد بالرجالات ديالها. كيبقى أنه رئيس فريق كيمر من واحد الأزمة شخصية، ما نحاولوش أننا نشخصنو الظروف ونخليو أنه ارتباط الأزمة العناصري بفريق الوداد الرياضي، نحاولوا أننا نعزلو يعني هذه الأزمة الله يفك يعني وحيل كما غنقولوا الناصري، ولكن كيبقى فريق الوداد الرياضي فريق كبير برجالات اللي يحاولوا انه يمروا به للبرنامج. يعني صراحة هو غياب المسؤول الاول لانه الناصري كان ما يعاب عليه انه تسيير احادي، كان يعني تغيب او غياب غيبقى هذه هو المشكل اللي كاين. الاعضاء ديال المكتب ما شفنا البارحة انه حضور محمد طلال، حضور لاعبين القدامى، شفنا كذلك حضور الحسوني، النقاش، كذلك نصير، يعني الوداد كما كنقولوا كاينين ولاد الناس اللي هازينها، كيبقى فريق كبير، وحتى الاعلام خصو يلعب دور كبير في هذه الازمه، ما نحاولوش اننا نربطوا فريق الوداد بالازمه ديال الناصر، لانه ازمه شخصيه، فريق الوداد الرياضي بعيد كل البعد على هذه الازمه، وغيبقى فريق الوداد الرياضي دائما في القمه. دل انه من بين القاطرات يعني القاطره ديال الكره المغربيه ورفقه ديال فريق الرجاء الرياضي، دونك نحاولوا انه الجماهير توقف لانه يعني في ظل هذا التطور ديال الكره المغربيه ما نحاولوش نشوشوا على هذا التطور بامور اللي هي شخصيه. رساله للاعبين ديال الوداد في باقي الاستحقاقات. رساله للاعبين اللي غنوجه لهم كونوا رجال، لانه مازال تبعكم واخا بصيص من الامل باش انه تاهلوا تلعبوا على ذاك الامل اللي باقي باش تنقضوا ماء الوجه، خصوصا انكم باقي لكم ثلاثه المقابلات امام فريق اللي صراحه عنيد اللي هو اسيك ابيجون، ومازال عندكم مقابله امام جالاكسي، ما تحطوش يديكم. وصراحه البطوله راه الوداد في المرتبه الثالثه مع مقابلتين مؤجلتين، يعني قد يكون هو المتصدر. حتى حاجه ما فاتت، باقي الامل بعيد، باقي الامل عفوا قريب انكم توليو في المرتبه الاولى، وكذلك تكون المنافسه من اجل الحصول على القاب. باقي يعني المقابله ديال الديربي اللي غتكون عرس كروي، هذا هو ميساج اللي غنقول، ما نحاولوش ميساج يعني اللي شاد الشان الكروي انه ما نحاولوش منع الجمهور من حضور المباريات، لانه كنشوفوا انه غياب الجماهير كيلعب دور كبير. فريق الوداد الرياضي بدون الجمهور راه ما غيسوى والو، وكذلك الفرق الاخرى الرجاء الرياضي كذلك تم منع ديال الجماهير ديالو تنقل نادي تبركان. هذا ميساج انه حاولوا انه الجماهير راه ما يعني ما عندهاش الجماهير ما عندهاش يعني ذنب انها تغيب على الملاعب. شكرا. خرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.